وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الشرط الثالث في الخارج حتى يجوز الاستنجاء بالحجر، لا يطرأ عليه نجس آخر، وكذا طاهر رطب بخلاف الطاهر الجاف. فمفهوم نجس فيه تفصيل، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به، فإن طرأ عليه نجس سواء كان رطبا أو جافا أو طاهر رطب تعين الماء. واضح؟ وكذا طاهر رطب بخلاف الطاهر الجاف، يعني كلمة لا يطرأ عليه نجس آخر يخرج منه يخرج منه الطاهر الجاف، الحصوة بعد بول أو الدودة بعد البراز. واضح؟ لأنه ده طاهر. بخلاف الطاهر الجاف فمفهوم يعني دودة نازلة بس نظيفة مستحمية، وهي نازلة مسحت نفسها في الجدار كويس الداخلي، لأن الإنسان السليم المستقيم حوالي 12 سم من المستقيم تبقى نظيفة ما فيهاش براز، ده الإنسان السليم السليم اللي هو معافى يعني، واخد بالك ازاي؟ فلو الدودة جت في ال 12 سم دول وهي نازلة بتمسح نفسها جوه، تروح نازلة بتلمع صاغ سليم، يبقى طاهرة، خارجة طاهرة شكلها كده، فده لا يمنع استعمال الحجر بعدها. فهمت؟ ادي المعنى يعني. فمفهوم نجس فيه تفصيل، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل، يعني إيه المفهوم والمنطوق؟ المنطوق هو دلالة اللفظ في موضع النطق، والمفهوم هو دلالة اللفظ في محل السكوت. واضح؟ المفهوم إحنا الوقت بنتفاهم بألفاظ، مش كده؟ إذا دل اللفظ على معناه يبقى اسمه منطوق. يعني أما أقول لك، تقول لي الكوباية دي بكام؟ أقول لك الكوباية دي بجنيه، تمنها جنيه، يبقى دل بالمنطوق إنها بجنيه، وبالمفهوم إنها مش بخمسين قرش، مش كده برضو؟ صح؟ يبقى دلالة اللفظ في محل السكوت اسمه مفهوم. واضح؟ ودلالة اللفظ في محل النطق اسمه منطوق. واللغة بتاعتنا بتدور بين المفهوم والمنطوق على طول، حتى القرآن جاء بالمنطوق والمفهوم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى معناها ان انا ممكن اضربهم وانا ساكت من غير اقول أف. ها؟ هقول ده ربنا قال لي ما تقولش أف، لكن امسك واضرب وانا ساكت كده، ما خالفتش النص الشريف نطقا، لكن خالفته مفهوما، لان مفهوم أف الإيذاء، اقل إيذاء والضرب اشد. فهمت ازاي؟ فيبقى في حاجة اسمها دلالة اللفظ في محل السكوت ودلالة اللفظ في محل النطق. إن كان في محل النطق يسمى منطوق، في محل السكوت يسمى ولا تأكلوا مال اليتيم. طيب أنا بقى مال اليتيم هحرقه، مش هاكله ولا هاكله، طب هلبسه، هشتري بيه هدوم، مش هاكله، ينفع؟ طب وأنا فهمت منين إن اللبس حرام وإن سائر الاستعمالات حرام؟ من المفهوم. طب وليه ربنا جاب المنطوق لا تأكله؟ لأن قال لك إن غالب الأحوال وشدة احتياج الإنسان للأكل أشد شدة. أنت بتشتري لبس كل قد إيه؟ على فترات متباعدة، لكن بتشتري أكل كل قد إيه؟ كل شوية. فقام ربك قال لك الحاجة المتكررة باستمرار اللي هي ساعات تصل لحد الضرورة، قال لك أوعى تعملها في مال اليتيم، يبقى من باب أولى التي ليست فيها تكرر اللي هو اللبس وغيره. ومش كده وبس، ومطلق الاستفادة ولو بغير استفادة، يعني مجرد إحراقه لا هلبسه ولا بتاع، لا هحرقه، ما ينفعش، لأن إذا كنت أنا هستفيد بيه والاستفادة للمسلم مطلوبة منهي عنها، فكيف أضيعه ولا يستفيد بيه أحد؟ يبقى أشد. عرفت ده كله منين؟ من المفهوم.
فهمت بقى المفهوم؟ مفيش مفهومية. الناس حتى العوام يقول لك هو مفيش مفهومية. زي مثلا ايه، ابنك قاعد طول النهار يتعفرت مع اخوه الصغير، وانت جاي من شغلك تعبان، يا ولد اسكت. الواد ايه يقعد دقيقة كده وبعد شوية ينغص في اخوه تاني يصوت، انت تعبان يا ولد اسكت، برضه شوية وينغص تاني، تقوم تقول له ايه، طيب طيب يعني موافق انه ينغص؟ ما طيب يعني انا موافق، مش كده برضه ان المنطوق كده، لكن المفهوم ايه؟ التوعد. يعني طيب هضربك، طب هوريك، يبقى فهم ان التوعد بالمفهوم، صح ولا لا؟ يبقى لغتنا بتقوم على هذا المعنى كله. وعلشان كده زي ما بيقول لك برضه، لما سيدنا ابراهيم، الانبياء كلهم عارفين ربهم حتى قبل ما يبقوا في بطن امهم، حتى قبل البعثه عارف ربه لا يتشكك لحظة، لكن هو بعد البعثة بيعرف انه رسول بس، لكن قبل البعثة هو عارف ربه موحد. فهمت ازاي؟ لان يستحيل على النبي فعل المحرمات مطلقا، واشد المحرمات الشرك، قبل البعثة وبعدها بالاجماع في الكبائر، واكبر الكبائر الشرك. يبقى يستحيل على نبي يكون مشرك قبل البعثة. واضح؟ دي كلام كده مفهوم مش منطوق، ده مفهوم. يعني مفيش آية بتقول كده، فهمت ازاي؟ لكن ده كلها دي من المفهوم. طيب سيدنا ابراهيم لما نظر للكوكب وقال هذا ربي، ده اسمه كلام؟ هو مش عارف ربه؟ ما هو عارف ربه من الاول، وشاف القمر قال هذا ربي، وشاف الشمس قال هذا ربي. يرضيك الكلام ده؟ يبقى لازم نفهم ان سيدنا ابراهيم كان يقصد معنى تاني بالمفهوم، كانه بيقول لهم ايه، هذا ربي، يعني بقى ده رب، ده ينفع؟ فهمت ازاي؟ يبقى بيقولها بالمفهوم استهزاء، مش بيقولها اثباتا للربوبية، يقولها استهزاء. فهمت بقى المعنى؟ يبقى هو يستهزئ بالمفهوم في صورة اثبات بالمنطوق. فهمت ازاي؟ مش يقول اعتقادا. لا، هو بيستهزئ بمفهومهم هم، ازاي يفهموا ان ده يصلح رب. فهمت ازاي؟ لكن المنطوق بيقتضي اثبات الربوبيه للكوكب بالمنطوق، هذا ربي. فهمت ازاي؟ كانه اثبت الخبر، لكن هو ما يقصدش اثباته، لا يقصد اثباته بالمنطوق، لكن يقصد الاستهزاء بالمفهوم، وان كان المنطوق يقتضي الاثبات. عرفنا ده كله منين؟ انه يستحيل عليه الشرك. فهمت ازاي؟ واضح؟ او نقول انه هو قال كده من باب مجارات الخصم، بقى هذا ربي، طب خلينا مع الكذاب لباب الدار، فلما قفل قال لا احب الافلين. شوف ده ما ينفعش، كانوا من باب مجارات الخصم لا من باب الاعتقاد. واضح؟ يبقى في القرآن كله مبني على المفهوم والمنطوق. فهمت؟ ادي معنى كلامه ما يقول والمفهوم. المفهوم بقى اذا كان فيه تفصيل كتير ما يعترضش على الفقيه فيه. ليه؟ لان المفاهيم كلها كتيره، واخد بالك ازاي؟ فما اعترضش باحد المفاهيم، قد يقصد بها كلها، قد يقصد بعضها، يبقى محتاجه تفصيل. فهمت ازاي؟ ويسمى احيانا المفهوم اللي هو لازم الكلام، فيقول لك لا يؤاخذ الفقيه بلازم كلام، بلازم كلام اللي هي اللوازم، ما ينبني على القول دون التصريح بقرينة. زي اللي يقول لك ربنا في السماء فوق كده بالإشارة بالجهة، هذا يقتضي الجسمية، وفي طوائف من المسلمين بتقول الكلام ده، ملزوم كلامهم، مفهوم كلامهم التكسيم، لكن هم نفوا التكسيم، فما اقدرش اقول عليهم كفار. واضح؟ لأنه ما أقدرش أخدهم بمفهوم كلامهم. واضح؟ لأنه هو نفى التكسيم، قال لا ربنا مش جسم. واضح؟ بس الإشارة تقتضي التكسيم، لأن الجهة تقتضي التكسيم، لأن الجسم يشار إليه بجهة والله ليس بجسم. واضح؟ فهو قال حاجة تقتضي حاجة محالة على الله، ولكن نفى هذا المحال، يبقى جاهل. يبقى نقول أنت جاهل، مش كافر، جاهل.
واضح؟ ادي معنى كلامه. فان انتفى شرط من ذلك اللي هو الا يجف والا ينتقل عن المحل والا يختلط بنجس غيره، فان انتفى شرط من ذلك اي المذكور من الثلاثه شروط، وقوله تعين الماء اي لعدم اجزاء الحجر حينئذ، حينئذ حينئذ يسموها تنوين العوض. عارف تنوين العوض؟ عوض عن الجملة. بيقول لك ايه؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، يومئذ اي يوم اذا زلزلت ويوم اذا اخرجت ويوم، يسموه عوض عن الجمل السابقة، يسموه عوض تنوين العوض عن الجمل السابقة، يسموه ايه؟ تنوين العوض عن الجمل السابقة. وقد يكون تنوين العوض عن جملة وقد يكون عن كلمة، واضح؟ يسموه تنوين العوض. العربي حلو قوي، ارجوكوا تحبوه، لان العربي ده هي اللغة اللي ربنا اختارها ليصيغ بها كلامه ويخاطبنا بها لشرف فيها عظيم، وجعل اشرف الخلق عربي، واخد بقى؟ يبقى ده اختيار، ما كان ممكن يخليه من الروم، يخليه من الفرس، يخليه من الهند، يخليه من الصين، وكان عندهم حضارات اكبر من العرب كتير. العرب كانوا ايه؟ شويه اجلاف قاعدين كده يبولوا مكان ما بيناموا قبل ظهور النبي، كان لا يؤبه بهم. يعني الفرس والروم دول كانوا يبصوا للعرب دول ايه؟ شويه عالم رعاع كده قاعدين في الصحراء ياكلوا بعض ويضربوا بعض، غنم زي اللي بيربوهم، صح؟ لكن ربك سبحانه وتعالى يوضع سره في اضعف خلق، خرج منهم اشرف الخلق عشان يبين شرفه. فهمت ازاي؟ فبان شرفهم بخروج النبي منهم، وشرف لغتهم باختيار القران لغه ايه؟ لغه باللغه العربيه. يبقى وجب تشريف اللغه العربيه مطلقا وتعظيمها وتعلمها اشد من تعظيم اللغات الاخرى. لكن للاسف انت بتدفع اموال طائله وساعات تستلف كمان عشان تاخد كورس انجليزي، لكن هل دفعت حاجة او حتى جيت ببلاش تتعب عشان تاخد كورس عربي؟ دي الخيبة بقى بتاعت المسلمين في هذا الزمان، خيبة المسلمين في هذا الزمان للأسف. ربنا ينجينا. ويجتنب، دي اداب قاضي الحاجة اثناءها بقى، اللي فات كله اداب قاضي الحاجة بعد ما يقضي حاجته، ينظف نفسه ازاي، ده اللي فات كله. طب اثناء قضاء الحاجة ايه الواجبات بتاعته والاداب؟ هنقولها ان شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. لا، يوضع سره في أضعف الخلق اللي هم العرب ساعتها، فوضع سره العظيم اللي هو النبي في أضعف الخلق ظاهرا، وعشان كده ما تستهينش بحد. آدي المعنى. والنبي أضعف الخلق؟ لا، العرب قبل ظهور النبي كانوا أضعف الخلق. فهمت ازاي؟ أي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ أي شرفكم، يعني ربنا شرف العرب وكرمهم بهذا الكتاب. هنجاوب السؤال ده ونقيم الصلاة، خلاص. بيقول إذا صلى شخص في مكان ثم اكتشف بعد صلاته وجود نجاسة في الموضع الذي صلى فيه فهل يعيد صلاته؟ ده يتوقف على النجاسة دي نجاسة معفو عنها ولا غير معفو عنها. اذا كنت بتصلي في مسجد جامع مزدحم، في مسجد جامع مزدحم ولا يوجد مكان الا في موضع فيه زرق طيور، وصليت صلاتك صحيحة وتبقى النجاسة دي معفو عنها، واضح؟ بهذه الشروط: مسجد جامع مزدحم ولا يوجد فرجة الا في موضع فيه زرق طيور، يعني ايه؟ يعني حاجات عاملاها الحمام وعاملاها العصافير ولازق على الارض، وجيت انت صليت في هذا المكان صلاتك صحيحه لانه معفو عنها، واضح؟ لصعوبه الاحتراز وتلاقي باب المعفوات. لكن المسجد متسع ومش مليان وما فيهوش حاجه، ونقيت انا الموضع ده وفي 100 موضع طاهر اخر، يبقى اقول له هنا الصلاه بتاعتك باطله، لا نقاه مخصوص. طب ما عندك 100 حته بقى تاني. فهمت ازاي؟ يبقى على حسب، هل النجاسة دي نجاسة معفو عنها ولا نجاسة غير معفو عنها؟ إن كانت نجاسة غير معفو عنها، كأن صلى في مكان فيه نجاسة
غير معفو عنها. يعني ايه غير معفو عنها؟ يعني يدركها الطرف، يعني تشوفها بعينك، تشوفها بعينك، فهمت ازاي؟ العين المعتدلة مش عين الصقر، مش تجيب بقى مكبر كده وتقعد تمشي على الارض، لا، بعينك المعتادة، فهمت ازاي؟ العين المعتادة، لا العين الضعيفة اللي بيحسس اللي ماشي بطريقة برايل، ولا اللي هو يعني المعتاد. يبقى ساعتها اذا ادركها الطرف يبقى غير معفو عنه، واضح؟ اذا لم يدركها الطرف يبقى غير معفو عنه، يبقى عليه الاعادة، واضح؟ طيب، وكذا في الثوب، اذا صلى في ثوب ثم بعده اكتشف ان فيه موضع نجاسة، يبقى برضو نفس الحكاية. ان كان نجاسة معفو عنها، كأن تكون بقع الدم فوق جرح، بقع الدم فوق جسم مجروح فيه، يبقى معفو عنها. بصرة عنده بتنز كده، صديد تنز اي حاجة، ودي ملتصقة عليها ولزقت، يبقى ده ثوبه فيه نجاسة بس معفو عنه للضرورة، واضح؟ او مثلا دم براغيث، يعني هو قاعد كده في الجامع لقى حاجة قرصته، قام عمل كده والتكة التكة، وراح البرغوث طرقع، طلع منه دم بقع الثوب بتاعه، وصل يقف عنه، واضح؟ موت ناموسة عملت نقطة دم، يقف عنه، فهمت ازاي؟ كسرة ناموس كتير، وحوش بقى بقت بقع دم، لا ما يعرفوش بقى لانها كسرة، ها؟ يعني الحكاية ما تزيد عن حدها بقى، ما ينفعش بقى تروح تغير الثوب بس، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جافا غير محترم، وأن يكون الخارج غير مختلط بنجاسة غيره، وألا يلتصق في مكان آخر غير المخرجين، وأن يكون ما زال رطبا بحيث أنه لو جف وجب الماء. يبقى في ثلاث شروط في الخارج، وثلاث شروط وأربع شروط في الحجر. فإن أراد أن يقتصر بأحدهما الماء أو الحجر، فالاقتصار بالماء أفضل، لأن الماء يزيل العين والأثر، والجمع بينهما أفضل حتى لا يباشر النجاسة بيده، فيزيل عين النجاسة بالحجر فلا يباشرها بيده، ثم بعد ذلك يزيل الأثر بالماء. فإن استعمل الحجر منفردا وجبت على الأقل ثلاث مساحات إن حدث بها الإنقاء، على الأقل ثلاث مساحات إن حدث بها الإنقاء، وإلا وجبت الزيادة حتى يحدث الإنقاء. فإن حدث الإنقاء بعدد مساحات شفع يسن أن يوتر، فإن حدث الإنقاء بست مساحات يسن أن يوتر بسابعة، إن حدث الإنقاء بثماني مساحات يسن أن يوتر بتاسعة، إن حدث الإنقاء بمسحة واحدة وجب أن يتمهن ثلاثا، فالثلاثة واجب لا يقل عنه. هذا في الحجر. أما في الماء فلا يجب فيه عدد، لأن الماء من القوة أنه من غسلة واحدة قد يزيل العين والأثر، فالعبرة في الماء أن يزيل العين والأثر، ولا حد لكمية الماء المطلوبة لإزالة العين والأثر، إلا أن تستشعر أن موضع النجاسة زال منه ملمسها وعاد إلى ملمسه المعتاد قبل أن يختلط به نجاسة، فهذا يكفي. إذا جمعت بين الحجر والماء يكون الحجر أولا لإزالة العين، ولا يجب فيه التسليس، ولا يجب فيه التسليس، لأن أنا هعوض بالماء، فيكفي مسحة واحدة، لكن يجب التسليس إذا كنت أقتصر بالحجر فقط. لكن لو حجمع بين الحجر والماء يبقى لا يجب التسليس، بل ولو مسحة واحدة جاز، ثم أكمل بعد ذلك بالماء. ولو كان الحجر غير طاهر نجس، طالما حجمع مع الماء
يعني ممكن طالما هستعمل حجر مع الماء لا يشترط طهارة الحجر، واضح؟ ليه؟ لأن هعوض بالمية، فحتى لو كان الحجر متنجس أو حتى هو من نجاسة مغلظة كأن يكون بعرة كلب جفت فاستخدمها، فيبقى هنا يجب التسبيع إذا استعمل حجر نجس نجاسة مغلظة، وجب التسبيع. التسبيع يعني إيه؟ يعني 7 مرات إحداهن بالتراب. واضح الكلام؟ دي الخلاصة اللي إحنا هنقوله النهاردة كله. الخلاصة عايزين بقى نقرأ أسلوب الشيخ، عشان إحنا هدفنا إنك تتعود إنك تاخد المعلومة من هذه الكتب، تتعود على قراءتها. لكن إحنا لو المسألة إن أنا ألخص لك الفقه كده، وإحنا ممكن نقعد قعدة واحدة نخلص الاستنجاء، وقعدة واحدة نخلص أحكام الصلاة الواجبات، وبعدين قعدة في السنن، وخلاص هي كلها 2 شهر نخلص كل العبادات. لكن مش الهدف كده. الهدف إن ما يكونش بينك وبين مثل هذه الكتب الأمهات حجاب، ما تعرفش تقراها وما تعرفش تخرج منها معلومات، عشان يجب انك انت يكون عندك المرجع، لو نسيت المعلومة تقدر ترجع له. فالمرجع ده يجب الا يكون بينك وبينه حجاب، يعني لو قريت تطلع المعلومة منه، تعرف تطلعها ازاي وترجع لها. لان ممكن تسمع الكلام دلوقتي وتفتكر انك حفظته، وبعد 1 أو 2 تنساه، تيجي ترجع له ازاي؟ ما انت يمكن ما تقابلنيش او نموت. ما هو العلماء بيموتوا، وان كنت انا مش علماء يعني، احنا بنتعلم، لكن اللي بيعلمك هيموت. فان ما كانش عندك مرجع ما تعرفش تستعيد المعلومة تاني. فيجب انك انت تتعود انك تاخد المعلومة سهلة، وفي نفس الوقت تاخد المعلومة مقروءة من كتاب مرجع، مش من كتاب كده شرشر نط كالبط ولا ميكي جيب ولا الكلام الفارغ ده، ما ينفعش. لان كده انت بتاخد المعلومة بطريقة سطحية، زي التلميذ بتاع الحضانة. وانت المفروض لما ترتقي عقلا بتطلب انك انت تتعلم الفقه بطريقة اعمق، لان صرت بقى عندك عقل ورزانة، فما تفضلش طول عمرك تستنجي بالطريقة اللي انت تعلمتها وانت لسه في الحضانة، وانت بقى عندك 40 سنة و30 سنة و50 سنة و20 سنة. لازم بقى تتعلم الامور بدقة اكتر. مش معقول تتوضى بنفس الطريقة اللي علمتها لك أبلة خديجة وانت كنت داخل لسه في الحضانة ولابس المريال، وانت دلوقتي عندك 30 سنة بتتوضى زي ما أبلة خديجة قالت لك. ما يمكن هي قالت لك بتبسيط، ما رضيتش تتعب نفسك، فتفضل طول عمرك مش فاهم احكام الوضوء، ولا ما ينفعش. فلازم المسلم يكون حريص انه يعرف دينه في كل مرحلة سنية بطريقة اعمق، علشان يكون بيتعبد بطريقة كاملة بقدر الطاقة. واتقوا الله ما استطعتم، مش الآية بتقول كده؟ واتقوا الله ما استطعتم. فبيقول هنا: ولكن الأفضل جعله الشارح استدراكا على قوله بالماء أو الحجر وما في معناه، لأنه قد يوهم أن المطلوب الاقتصار على أحدهما مع استوائهما في الفضيلة، وكان الأولى للمصنف أن يؤخر قوله والأفضل إلى آخره بعد قوله ويجوز، لأن كان الأول حق المصنف يبتدي بالجائز الأول وبعدين بعد كده يقول لك الأفضل، مش يبتدي بالأفضل وأنت لسه مش عارف الجائز. خدت بالك؟ ده تعليق الشارح والمحشي. المحشي مش المحشي، المحشي اللي هو كاتب الحاشية يعني، والمحشي ده بتاكله. ويجعله كالاستدراك عليه. وأفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط على المعتمد. يعني في بعض الفقهاء قالوا إن الأفضلية في الجمع يكون في الغائط دون البول، كويس؟ لأن الغائط له جرم، فيبقى الجمع في الغائط أحسن الأفضلية، إنما البول مش محتاج للجمع، يكفي فيه الماء أو الحجر وخلاص. لكن المعتمد في المذهب أن أفضلية الجمع بين الحجر والماء يستوي فيها البول والغائط. وإن جزم القفال باختصاصها بالغائط،
يعني في كتابه الإمام القفال جزم أنها مختصة الجمع، مختص إيه أفضلية الجمع بالغائط فقط، ولكن المعتمد في المذهب أنها لا تختص بالغائط فقط بل في البول والغائط سواء. ولا يشترك في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر. يبقى أنا لو هقتصر بالحجر يشترط في الحجر 4 شروط: أن يكون طاهرا، قالعا، جافا، غير محترم. لو حجمع أشيل كلمة طاهر، يبقى لا يشترط طهارته طالما أنا حجمع. وعلشان كده ممكن يسألك الشيخ في الامتحان الشفوي في باب الاستنجاء يقول لك متى يجوز الاستنجاء بنجس بحجر النجس؟ متى؟ لو انت فاهم الحكاية بسطحية تقول له لا يجوز مطلقا، يقول لك ولا صورة، ما فيش صورة يجوز ان انا استنجي بحجر النجس او متنجس. لو انت مذاكر تقول له في صورة واحدة اذا جمعت بين الماء والحجر فيجوز استخدام النجس لان الماء بعد ذلك يزيل الاثر والعين. واضح؟ فتحصل فضيلة الجمع ولو كان نجسا، مش بس نجاسة عادية، ولو مغلظا، يعني كلب او خنزير او فضلتهم، او حجر لحسه كلب، حجر ولحسه كلب، او بال عليه كلب فجف بوله فصار هذا الحجر نجس نجاسة مغلظة، فاذا استخدمته يبقى وجب التسبيع. فهمت ازاي؟ يجب التسبيع، يعني يجب تغسل 7 مرات بعده، احداهن بالتراب والاولى ان تكون الاولى بالتراب. ولو من مغلظ وان وجب التسبيع بعد ذلك، ان كان مغلظا، لغير مغلظ يبقى لا يجب التسبيع. ويكفي فيها دون الثلاث، يكفي دون الثلاث لو حجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء، يبقى يكفي دون الثلاث. لو هقتصر يجب التثليث. واضح؟ ويكفي فيها دون الثلاث مع الانقاء، لكن هذا بالنسبة لأصل الفضيلة. وأما كمال الفضيلة بقى أثلث بالحجر واغسل بالماء، ده كمال الفضيلة. فهمت ازاي؟ يبقى لا يجب التثليث لو حجمه، هذا لحصول الفضيلة، فضيلة الجمع، ولكن لحصول كمالها أعلى درجة يبقى أثلث بالحجر ثم الماء بعده. وأما كمالها يعني كمال الفضيلة الجمع يعني بين الاثنين، فلا بد فيه من سائر شروط الاستنجاء بالحجر، اللي هي الطهارة، طهارة الحجر، جفافه، أن يكون قالعا، أن يكون غير محترم، وألا يجف في الخارج، وألا يختلط بغيره، وألا ينتقل إلى محل بعيد عن محل خروجه، وأن يكون العدد 3 على الأقل. وكل ده علشان يتم الفضيلة كاملة أعلى درجة. وأن يكون استعمال الحجر قبل استعمال الماء، وأن يكون لأن لو استعملت المية الأول طب الحجر لازمته إيه بقى؟ مفيش بقى، ما هو الماء زال العين وزال الأثر، هحط الحجر أعمل بيه إيه؟ واضح؟ تعين الماء حتى في مكان الخروج، تعين الماء حتى في مكان الخروج، لأن غالبا إذا خرج عن المحل بيكون خرج حتى عن فتحة الدبر، يعني اللي يخليه يجي في صفحة الإليتين، يبقى من باب أولى أن تكون فتحة الدبر خرج عن حده. فإذا خرج عن حد فتحة الدبر يبقى يتعين الماء مطلقا علشان يسيل، لأن صار جسمك فيه نجاسة، الجسم نفسه فيه نجاسة. وإحنا قايلين أن استعمال الحجر ده طهارة ضرورة، رخصة، طهارة ضرورة، يسموها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، واخد بالك؟ ها؟ والماء والأصل، والأصل الماء، فترجع للأصل. أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، يعني ممكن بورقة كلينكس كده تروح ماسح الأول بيه. احنا دلوقتي ما فيش الحجر، في منديل الكلينكس، في البكرة الكلينكس تلاقيها في الحمامات موجودة، أو يكون في جيبك عشان تاخد فضيلة الجمع، تروح ماسح بمنديل الكلينكس مسحتين او 3، عايز الكمال يبقى 3 مساحات بـ3 اماكن مختلفة مش بنفس الحتة، يعني يبقى الواحد عنده برضه تمييز، يعني مش بنفس الحتة.
مش هي حتة أم عبده؟ عارف مين أم عبده؟ حتة أم عبده دي كانت المربية اللي بتربي ابني محمد، كان صغير كده لسه مولود، اللي هو دلوقتي مهندس. جبنا له ست تربيه اسمها أم عبده. ست طيبة رحمها الله. كانت عندها حتة كده تغير له تمسح له بيها. تأكله تروح ماسحة بيها أبوه. تيجي تصلي تحطها على دماغها. تستر بيها عورتها. دي اسمها حتة أم عبده. تعمل كفة الأغراض. واخد بالك؟ فالمسألة مش هتبقى كده. فالواحد ياخد بيها. فهتيجي تمسح تمسح بحته وتروح تاني الورقه الكلينكس ماسح بحته تانيه نظيفه وتروح تاني وماسح بحته تانيه نظيفه وتروح رميها وبعدين تستعمل الماء. يبقى كده انت جمعت بين الحجر الشرعي وبين ايه؟ وبين الماء. لا ما يجراش حاجه. لان هو جاف قالع مش شرط الخشونه. مش شرط الخشونه. لأن الأحجار تزيل العين والماء يزيل الأثر من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة، ولا يصح عكس ذلك بأن يستنجي أولا بالماء ثم يتبعه ثانيا بالأحجار، لأنه لا معنى للأحجار بعد الماء. واضح؟ فإنه مزيل للعين والأثر جميعا، يعني المية مزيلة للعين والأثر جميعا. يبقى معناها أستعمل أنا ورق كلينكس بعد كده إلا للتجفيف بقى. يبقى أستعمله بجفف بنشف بس، لكن مش معناه ان انا بزيل نجاسة. وان كان معه مخامرة عين النجاسة، ولا يخفى ان اولا وثانيا للايضاح. يعني كلمة ما يقولك اولا بالاحجار وثانيا بالماء دي للايضاح، لكن هي واضحة. يعني اي واحد كده يعني واضح انه يجمع بين الاثنين يستعمل حجر الاول. فليس لهما كبير فائدة، لان الترتيب فهم من قوله ثم يتبعها بالماء. يعني كان حقه يقول بيقول أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعه بالماء، بدل ما يقول أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعه ثانيا بالماء. فلو شال أولا وثانيا هي واضحة. إنما نقول أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء مش محتاج أولا وثانيا. فهمت إزاي؟ يبقى الشيخ هنا يقصد تقليل الألفاظ التي لا ضرورة لها، علشان إيه؟ ما يبقاش فيه يعني رغي كتير وحشو كتير. والواجب ثلاث مساحات، والواجب ثلاث مساحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. يعني لو حجر واحد ليه ثلاث أطراف أمسح به ثلاث مساحات، يبقى الواجب ثلاث مساحات مش ثلاث أحجار. فهمت إزاي؟ بخلاف الرمي في الجمرات الواجب العدد، عدد الرميات، عدد الرميات مش المرمي نفسه. مش هحط انا مثلا سبع احجار في ايدي واروح رميهم مرة واحدة تتحسب واحدة وانا برمي الجمرات في منى. فهمت ازاي؟ لان العبرة هنا بالرميات. فهمت ازاي؟ لازم سبع مرات كده. فلو كل مرة حطت في ايدي سبعة فكل رمية من دي واحدة. واضح؟ لكن في الحجر هنا العبرة بالمساحات، العبرة برضو بالمساحات، زي هناك العبرة بالرميات، هنا العبرة بالمساحات. واضح؟ يعني لا عبرة بالعدد ذاته عدد الأحجار، لا العبرة بالمساحات، كما أن هناك العبرة بالرميات. فالعبرة بتعدد المسح لا بتعدد الحجر. ولذلك قال الشارح ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. وكان الأولى للشارح أن يؤخر هذه العبارة بعد قوله أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، لأنه يظهر الوجوب هناك ولا يظهر هنا. لأن احنا هنا لو هيجمع بين المية والحجر ما يجبش الثلاثة، فكان حقه أخر الثلاثة دي لما يقول يكتفي بالحجر. شوف دقة الشيخ. لأن لو هيجمع الثلاثة مش واجبة، فليه هو يتعبنا ويقول لنا ثلاثة هنا وهي مش واجبة؟ فهمت ازاي؟ لأنه يظهر الوجوب هناك ولا يظهر هنا، لأنه عند الجمع لا وجوب وإنما هو الأولى كما علم مما مر. واضح؟ وإنما لم يكفي في رمي الجمار حجر له ثلاثة أطراف. ده في رمي الجمار بتاع منى، لأن الحجر هنا فكروا بالحجر هناك. هذه الكلام لأن في توارد خواطر. صحيح الكلام هنا ملوش علاقة قوي
بالحج ده احنا بنتكلم في نزالة نجاسة ايه علاقته، لكن كلمة حجر دي فكرته بحجر الرمي، فهو عايز يقولك بتوارد الخواطر افتكر ان دي غير دي، فهمت؟ وانما لم يكف في رمي الجمار حجر له ثلاثة اطراف عن ثلاث رميات، لان القصد هناك عدد الرمي، عدد الرميات يعني، واضح؟ بخلافه هنا فان القصد عدد المساحات، ويجب تعميم المحل بكل مسح، يعني المحل كله الف حواليه كده بكل مسح، وانا بمسح كده الف الحجر عشان ما امسحش في حته واحده، مش حته ام عبد وي امسكها كده اروح لافف، يبقى كل ما بلف بلف بوجه جديد نظيف، بوجه جديد لحد ما اجي الدايره خلصتها اروح عامل مسحه تانيه زيها، بس التانيه ابتديها من حيث انتهت الاولى، فهمت ازاي؟ عشان انضف تمام، وبعدين الثالثه ابتديها من حيث انتهت الثانيه، يبقى كده عملت شغل كويس، فهمت الطريقه الحلوه؟ طيب. ويجب تعميم المحل بكل مسح كما قاله الرملي تبعا لشيخ الاسلام. مين شيخ الاسلام؟ لا، الناس متصورة شيخ، ما فيش الاسلام ولد شيخ واحد الا ابن ذئاب. شيخ الاسلام هو زكريا الانصاري، اذا قيل شيخ الاسلام في كتب متأخري الشافعية يبقى الشيخ زكريا الانصاري مدفون جنب الامام الشافعي، خدت بالك ازاي؟ لكن ابن تيمية كان حنبلي، ايه اللي هيجيبه في كتب الشافعية؟ ملهمش دعوة بيه الوقت، ابن تيمية حنبلي، فهمت؟ ولا حتى حنبلي، مخالف مذهب الحنابلة في امور كثيرة. فلما تقرا في كتب الشافعيه يقول لك شيخ الاسلام يقصد مين؟ ابن زكريا الانصار. كما قاله الرملي تبعا لشيخ الاسلام وهو المعتمد، وان لم يعتمده بعضهم، اللي هو حكايه تعميم المحل دي، قال لك ان تعميم المحل بكل مسح، ويجب تعميم المحل بكل ايه؟ مسح. التانيين بقيت ده الرملي قال كده تبعا لشيخ الاسلام زكريا الانصاري، الباقيين قالوا ان المحل ينقى بثلاث مساحات، ما جابلكش كلمه تعميم المحل بكل مسح. كلمه التعميم دي اللي نوى عليها سيدنا الشيخ زكريا الشيخ الرملي تبعا لشيخ الاسلام. قوله ولو بثلاثه اطراف حجر واحد، اي سواء كان بثلاثه احجار أو بثلاثة أطراف حجر واحد، فإن لم يتلوث في الثانية جازت هي، والثالثة بطرف واحد. يعني افرض الحجر ده طرفه عريض شوية، فاستوعب المحل بجزء من الطرف مسح، يبقى بقية الطرف ممكن التانية، وبقية الطرف ممكن التالتة، إذا كان الطرف ده عريض شوية. فهمت المسألة؟ يعني هو يقصد كده. فإن لم يتلوث في الثانية جازت هي، والثالثة بطرف واحد. واضح؟ زي واحد مثلا خرج براز جاف كالبعر لم يترك أثر، هنا يندب الاستنجاء ولا يجب؟ فهمت ازاي؟ احنا قايلين الاستنجاء قد يجب وقد يحرم وقد يندب، واخد بالك ازاي؟ وقد يكره، وقلنا النماذج دي كلها يكره من الريح، مش كده؟ ويجب عند القيام للصلاة مع وجود نجاسة في المحل، مش كده برضو؟ وقلنا ان هو يحرم لو كان بحجر مغصوب او بحجر من مسجد، واخد بالك؟ وقلنا ان هو يندب لو كان الخارج جاف بحيث انه لم يترك اثر، يبقى يندب بس. ففي الحاله دي لما نقول يندب يبقى لما هتمسح بالطرف مش هيتوسخ، لان اصلا ما فيش وسخ، فينفع الطرف ده اعمل بيه الثانيه والثالثه كمان طرف واحد، واضح؟ لانه لم يتلوث. ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا. افرض انا عندي في الحمام بتاعي حاطط تلات اربع احجار كده، كل ما استعملهم اروح اغسلهم واسيبهم ينشفوا على الشباك عشان اما ادخل تاني استعملهم تاني وتالتهم، ينفع؟
طالما غسلته وجف تطهر، استعمله تاني، بس ما استعملوش وهو رطب، استنى لما يجف، لان احنا قايلين من الشروط ان يكون ايه؟ جاف من ضمن الشروط. ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به، زي في الدباغ جلود الميتة، لو استعملت الدواء الدباغ في جلود الميتة انت عارف انه بيتنجس بالنجاسة الخارجة، واخد بالك من وبعد كده اروح مجمع الدواء ده واشيله واستعمله مرة اخرى يجوز، قال لك ده زي ده. قوله ويجوز اي يحل، كلمة يجوز هنا يعني يحل، يعني حلال، يعني مباح. يجوز يعني هنا يعني يحل اي مباح، ويجزئ، ويجوز برضو جاية من يجزئ. وقوله ان يقتصر المستنجي على الماء، ان يقتصر المستنجي على الماء اي لانه الاصل في ازالة النجاسة، يبقى ممكن الانسان المستنجي يقتصر على الماء فقط لانه الاصل في ازالة النجاسة، ويقدم في الاستنجاء بالماء. شوف الادب ده حلو قوي ومفيد صحيا، لو هتستنجي بقى بالماء تبتدي بالقبل الاول وبعدين الدبر، تبتدي الاول بمحل خروج البول وبعدين بعد كده محل خروج الغائط، وده مفيد بالذات في البنات والستات، لان الستات مجرى البول عندهم قصير قوي، فلما يجوا يستنجوا من ورا لقدام يدخلوا الميكروب على المثانه، يجي لهم التهاب في المثانه. كتير من البنات ساعات يقعدوا يبقوا صغيرين كده مساكين ويقعدوا يصوتوا ويتعيطوا ما يتبولوا، يروحوا للدكتور يقول لهم اصل عندهم التهاب في المثانه، تيجي تسال امها انت بتغيري لها ازاي، تقول لها انا بفتح لها كده يعني من ورا على قدام، شغل بقى بطريقه ام عبده دي ما ينفع. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان انت بتجيب هي الوساخه من ورا على قدام، ومجرى البول قصير، يدخل الميكروب جري جوه يعشش جوه. فهمت ازاي؟ وعلشان كده شطاف الكابينيه ساعات برضو يشتغل بالطريقه دي، يروح جاي من قدام من ورا على قدام، بالذات في البنات تفرق، تفرق في البنات الحكايه دي والصغيرين، وفي الستات برضو. فالواحد ياخد باله من المساله دي، لان المساله دي بيشوفوها الاطباء كتير في الستات اللي عندهم التهابات مزمنه في مجرى البول وفي المثانه، وحرقان مزمن في البول، ويقول لك البول ريحته مش عارف ايه ومتغيره ويلف، وبيكون السبب غالبا كده. تيجي تعمل لهم حتى مزرعه حصيه على البول تلاقي الميكروب اللي جوه المثانه ده بيعيش جوه البراز، طب ايه اللي دخله؟ يبقى طريقه الاستنجاء الغلط. فهمت ازاي؟ فهنا بيقول ايه بقى؟ ويقدم في الاستنجاء بالماء القبل لئلا يمس يده شيء من البول. هو هنا بيقول من باب النظافه يعني، مش من باب الصحة، لأنه ما كانوش يعرفوا المعلومة دي. أنا قلت لك من باب الصحة بحكم المهنة. لكن هم كانوا بيقولوها من باب إيه؟ إنك أنت لو بدأت من ورا إيدك هتلمس القبل الأول، القبل ده فيه بول، فالبول ده هيلمسك هنا، ينجسك هنا. فهمت إزاي؟ فيقول لك الأول ابتدي بالقبل الأول عشان لما تيجي تمد إيدك ورا أكتر تقوم إيه ذراعك ده أو كفك ما يلمسوش حاجة فيها نجاسة. ودي برضه حاجة وجيهة، إنك أنت ما تتلوثش بالنجاسة في أماكن مختلفة. خدت بالك؟ يبقى ليها فائدة إنها بتمنع مباشرة النجاسة في أماكن متعددة، وبتمنع انتقال الميكروب، واخد بالك، من محل البراز إلى محل البول. كدواء دبغ به. الدواء الدبغ احنا استعملنا دابغ، حاجه ندبغ بيها زي زعفران وشطه ومش عارف ايه الحاجات اللي، واخد بالك، يجوز ان انا اروح اجمعه تاني بعد ما اكون دبغت واشيله عندي ادبغ بيه تاني، ادبغ بيه تاني برغم ان هو تنجس. ايوه ما يجرش، لان هو ما هتحطه تاني، ما احنا علشان كده احنا قلنا ان المدبوغ ده بعد دباغه يسن شطفه بالماء. فهمت ازاي؟ علشان بيحصل ان نوع من النجاسه بتفضل عليه بعد دباغه. فبتروح شطفه بالماء بعد كده. وبيعملوه في المدابغ كده على فكره، بعد ما بيتدبغ بيروح منشرين وعاملينها بالخرطوم الميه. وبتتعمل بمواد كوي.
لكن انت لو جمعت الدابغ ده قبل غسله بالماء وشيلته يجوز استعماله مرة اخرى. واخد بال حضرتك؟ ادي معنى كده. ويجوز ان يحل ويجزئ، وقوله ان يقتصر المستنجي على الماء اي لانه الاصل في ازالة النجاسة، ويقدم في الاستنجاء بالماء القبل لئلا يمس يده، لئلا يمس يده شيء، لئلا يمس يده شيء من البول. يبقى شيء ده فاعل، ويده دي مفعول به اللي هي الممسوسه، بس قدم المفعول به. لئلا يمس يده شيء من البول لو قدم الدبر. وفي الاستنجاء بالحجر، ده الكلام ده في الميه. طب والحجر؟ يقول لك يقدم الدبر الاول قبل ان يجف، قبل ان يجف في الخارج، لان كميه الماء اللي في البراز اقل طبعا من كميه الماء اللي في البول. البول قوامه ميه اصلا، فمش هيجف بسرعه، لكن البراز كميه الماء اللي فيه قليله، فلو قدمت البول هيجف في محل يبقى يجب الماء. فهمت؟ يبقى لو هقتصر بالحجر وهبتدي استنجي بالحجر، يبقى ابتدي بالدبر اولا قبل ان يجف الخارج، لانه لو جف الخارج وجب الماء، وقد اكون استعمل الحجر في مكان لا يوجد فيه ماء كثير، يا دوب الميه اللي عندي يا دوب على قد اللي هتوضى بيه، فلو وجب الماء يبقى اضطر استعملها واتيمم. لكن في الحاله دي اقدر ان انا استنجي بالحجر وفي نفس الوقت اتوضى. واضح؟ وفي الاستنجاء بالحجر يقدم الدبر لأنه يسرع إليه الجفاف، أو على ثلاثة أحجار إذا أراد أن يقتصر، يا إما بالماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. يبقى التثليث هنا واجب طالما هيقتصر. واضح؟ أشار بذلك إلى أنه يجب في الاستنجاء بالحجر أمران، أحدهما أن يكون بثلاثة أحجار، والمقصود احجار هنا ثلاث مساحات، ولو حصل الانقاء بدونها، ولو حصل الانقاء من اول مسحه او الثانيه وجب التثليث. واضح؟ لخبر مسلم، صحيح مسلم الحديث، نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار. يبقى ايه؟ ثلاث احجار على الاقل. يبقى النبي نهى، يبقى الثلاثة واجبة. وفي معناها ثلاثة اطراف حجر كما مر، وثانيهما الواجب الثاني الانقاء. يبقى واجب الاولاني في العدد الثلاثة، والواجب الثاني انقاء المحل، وثانيهما انقاء المحل بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء او صغار الخزف. لا يزيل الا الماء او صغار الخزف، يعني ايه؟ يعني التراب الرفيع او. ولو لم يحصل الا باكثر من الثلاث، افرض الانقاء لم يحصل الا باربع مساحات او خمسه او سته، يبقى وجبت الزياده. فان حدثت بشفع يسن الايتار. واضح؟ ولو لم يحصل الا باكثر من الثلاث وجبت الزياده عليها، كما صرح به الشارح، وينقي بضم الياء من أنقى الرباعي، والفاعل ضمير مستتر. أصل نقى ينقى، مش كده برضو؟ وأنقى ينقي، فقال لك ينقي دي بضم أوله لأن هي من الرباعي اللي هي إيه؟ أنقى، مش من الثلاثي اللي هي نقى فتبقى ينقى. واضح؟ والفاعل ضمير مستتر، والمحل منصوب بالنصب مفعول أو بفتح الياء ينقي من نقى الثلاثي، والمحل بالرفع فاعل. والسنة في كيفية الاستنجاء بالأحجار أن يبدأ بالأول، خد بالك كيفية الاستنجاء بالأحجار، يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى، من جهة الصفحة اليمنى، لان احنا قايلين ان الاستنجاء ده ازاله نجاسه، وازاله النجاسه ده تكريم، والتكريم ببدا فيه باليمين، مش كده برضو؟ القواعد كلها شرعيه ماشيه، اي شيء فيه تكريم ابدا فيه باليمين، صح كده؟ يبقى ان يبدا بالاول من مقدم الصفحه اليمنى،
ويديره قليلا قليلا إلى يعني يدوره كده وطول ما هو ماشي قليل إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه، ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى يعني حيث انتهى كذلك، ثم يمر الثالث على الصفحتين والمصروبة جميعا. دي الثالثة. قوله إن حصل الإنقاء بها تقييد للاكتفاء بثلاثة أحجار فقط، يعني إمتى أكتفي بثلاثة أحجار فقط؟ بشرط الإنقاء بها، فإن لم يحدث الإنقاء وجبت زيادة. وقول وإلا زاد عليها، أي وإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار زاد عليها وجوبا، يبقى إيه حكم الزيادة هنا؟ واجبة لأن لم يحدث الإنقاء. وقول حتى ينقي بضم الياء، أي الشخص المحل، أو ينقى، يبقى المحل هو اللي فاعل هنا، لما نقول ينقى المحل أو ينقي أي الشخص المحل تبقى مفعول به، واضح؟ أو بفتحها أي المحل على الضبطين السابقين فتدبر. ويسن بعد ذلك أي بعد الإنقاء وقوله التثليث صوابه الإيتار، صواب التثليث الإيتار يعني يبقى وتر، كما في بعض النسخ، لأن الذي يسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر الإيتار لا التثليث، لأن الذي يسن بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر يعني إن لم يحصل بوتر يعني حصل بشفع مش كده، الإيتار يبقى يسن الإيتار هنا لا التثليث، كأن حصل بأربع فيسن الإتيان بخامس، فإن حصل بوتر لم يسن بعده شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، واضح كلام النبي هو. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. الثلاث واجبة للحديث الثاني بأقل من ثلاث، والإطار المستحب في الزيادة من الحديث الثاني اللي هو فليستجمر وترا، واضح. وصرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، دي في رواية كده، من فعل فقد أحسن ومن لا يعني من لا يوتر طالما زاد عن الثلاث فلا حرج. فإن أراد الاقتصار أي فإن أراد الجمع فهو الأفضل كما تقدم، وإن أراد الاقتصار يعني على أحدهما الماء أو الحجر أي الماء أو الأحجار، وقوله فالماء أفضل أي ما لم ترغب نفسه عن الأحجار، لو كان هو نفسه أصلا مش مطمئنة لحكم إزالة النجاسة بالحجر وبيعتبرها أنها مخالفة للشرع، نقول له لا ده أنت في حقك بقى الحجر أحسن عشان إيه، تنصاع للشرع الشريف، عشان تنصاع للشرع الشريف، ادام انت راجل موسوس كده، فهمت ازاي؟ زي اي رخصه يعني يسن الاخذ بالرخصه للمعرض عنه، واخد بالك، ويزداد استحبابها للمعرض عنه، ويجوز ويستحب الاخذ بالعزيمه لغير المعرض عن الرخصه، ده مذهب الشافعيه على فكره، ويستحب الاخذ بالعزيمه ما لم يكن معرضا عن الرخصه، فإن كان معرضا عن الرخصة فالرخصة في حقه أفضل، واضح؟ أي ما لم ترغب نفسه عن الأحجار فلم تطمئن إليها، وإلا فهي أفضل، وكذا يقال في سائر الرخص، وكذا يقال في سائر الرخص. قوله لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، السبب أن الاقتصار بالماء أفضل أن الماء يزيل عين النجاسة ليجرمها وأثرها، يزيل عين النجاسة وأثرها أي بخلاف الأحجار فإنها تزيل عين النجاسة دون أثره. وشرط الاستنجاء بالحجر أي إن أراد الاقتصار عليه وإلا لم يشترط ذلك، ألا يجف الخارج، يبقى شرط إنه يستنجى بالحجر ألا يجف الخارج النجس، وألا ينتقل، وألا يختلط بنجاسة غيره، كده بقى الثلاث شروط دول. فإن جف كله أو بعضه تعين الماء،
ما لم يخرج بعده خارج آخر ولو من غير جنسه ويصل إلى ما وصل إليه الأول. خد بالك، لو جف وما خرجش بعده خارج آخر ولو من غير جنسه، يعني بله ثاني، يبقى وجب إيه؟ الماء. لكن افرد بال وخرج البول ثم جف البول وخرج بعد البول الجاف مزي، يبقى هنا يجوز استعمال الحجر، لانه المزي اللي خرج رجع المكان راتب تاني. واضح؟ يبقى مع ان المزي غير البول، لانه جنس وده جنس، لكن الاتنين نجاسة. واضح؟ بدون استنجاء. لا، وبعدين جاء خرج بعديه مزي، فيجوز استعمال الحجر، مش حياته المكان. احنا قلنا لو خرج البول وجف ولم يخرج شيء تاني وجب الماء لانه جف. طيب امتى يجوز استعمال الحجر مع جفاف البول؟ قال لك لو خرج بعديه خارج اخر رطب فيرطب المكان تاني، يبقى ساعتها ممكن استعمل الحجر، يبقى وجب الماء لو جف مطلقا، لو جف الخارج مطلقا برضه خلاص. بول اسمه بول، مش ماء طاهر يعني. واحد بول ماء طاهر، هيتبول شاي يعني. نفس الحكايه، نفس الحكايه، بحيث ان هو يبل الحته اللي جفت. هنشوف فين. فان جف كله او بعضه تعين الماء ما لم يخرج بعده خارج اخر ولو من غير جنسه ويصل الى ما وصل اليه الاول، كان يخرج نحو مذي وودي ودم وقيح بعد جفاف البول، والا كفى الاستنجاء بالحجر وتقييد بعضهم بما اذا خرج بول للغالب، وقيد بعضهم بما اذا كان الخارج الثاني من جنس الاول. لكن قال بعض الفضلاء والمراد بكونه من الجنس ان يكون الثاني، بحيث لو خرج ابتداء لكفى فيه الحجر، وهو تاويل بعيد. ومع ذلك فالمعتمد الاول وان كان الشيخ عطيه ضعفه. واضح؟ يعني المعتمد الكلام الاول، ان طالما خرج بعديه خرج اخر رطب فرطب المكان بعد جفافه، يبقى يجوز استعمال الحجر ما لم ينتقل، بشرط ان يكون الخارج الثاني يجي على نفس محل الاول، مش يجي على محل تاني، والا يفضل محل الاول محتاج ايه؟ محتاج الماء. ايوه، ولا تطرا عليه نجاسه اخرى، يعني وهو خارج نفسه، لكن هنا ده جف، مش خارجين مع بعض. خدت بالك؟ النجس اللي هو بيقول الا يجف الخارج النجس، فبيقول النجس ذكره للايضاح لا للاحتراز عن المني كما قيل، لان المني لم يدخل في كلامه السابق، والمتنجس كالدود والحصى حكمه حكم النجس عند التلويث، لان الدودة والحصى لما بتنزل، الدودة زي دود الاسكارس، ساعات حتى العيال كان زمان الاطفال يقول لك يا ده انا عملت تعبان دودة اسكارس قد كده، واخد بالك؟ زي دي طاهرة لكنها جسمها متوسخ بالبراز، فهي متنجس، واخد بالك ازاي؟ فيبقى برضو يجب ساعتها ايه؟ الاستنجاء، لانها متنجس. والحجرة اللي هي زي الحصى، في واحد يتبول حصوة، واخد بالك ازاي؟ وهو بيتبول تعدي حصوة بسرعة كده، يبقى الحصوة ذاتها كده طاهرة، لكن لأنها منقوعة في البول للنهار بقت متنجسة. فهمت؟ قوله ولا ينتقل عن محل خروجه، أي عن المحل، الشرط الثاني، يبقى أولاني ألا يجف، والثاني ألا ينتقل عن محل خروجه، أي عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وإن انتشر حول المخرج فوق عادة الإنسان، يعني عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وإن انتشر حول المخرج فوق عادة الإنسان، بشرط ألا يتقطع
وألا يجاوز صفحة وحشفة. خد بالك الشروط دي، يعني إذا خرج النجس من الدبر وانتشر متصلا حول الدبر ولم يجاوز صفحة الإلية يبقى يجوز الحجر برضه، لكن إذا تقطع يعني بين الانتشار أجزاء لم يصبها نجاسة يبقى وجب الماء، أو انتقل بعد الصفحة، الصفحة اللي هو الكليفت، عارف الكليفت اللي هو الحتة اللي داخلة بين الإليتين دي اسمها الصفحة، فهمت ازاي؟ لو خرج عنها او كان متصل من اول فتحة الدبر لحد الصفحة بدون ايه اجزاء جلدية نظيفة يبقى يجوز هنا الاستنجاء مازال بالحجر، لكن ان تقطع او خرج عن الصفحة وجب الماء. واضح؟ فإن تقطع بأن خرج قطعا في محال، يعني قطع في محل مختلفة، تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في المتصل، وإن جاوز صفحة أو حشفة تعين الماء أيضا. ساعات الواحد يجي يتبول كده يروح البول منقط كده في الآخر وجاي على إيه؟ على جسم إيه؟ الذكر كده. فهمت إزاي؟ بالذات الناس لما يبقى عندهم بروستاتا لما بيكبروا في السن بيبقى اندفاع البول ضعيف في الرجالة عشان البروستاتا كبرت، وهم صغيرين البول يخبط في الحيطة اللي قدامه ويرد كمان لأن السكة سالكة، أول ما يبتدي يكبر يبقى البول يبتدي يضعف يضعف لحد في الآخر يجي قطرات كده تروح جاية على جسم الأرض. يبقى هنا ده وجب الماء بقى لأنه تجاوز الحشفة، فاهم؟ الحشفة اللي هي إيه؟ رأس الذكر اللي هي بتظهر بعد ما إيه يعملوا ختان للإيه للذكر اسمها الحشفة. وإن جاوز صفحة أو حشفة تعين الماء أيضا في المجاوز فقط إن لم يكن متصلا، وإلا تعين في الجميع، وكذا يقال في المنتقل، فإن كان متصلا تعين الماء في الجميع أو منفصلا تعين في المنتقل فقط. والشرط الثالث بعد أذان العشاء.